فين ادم امير؟ ادم بقول لك ايه؟ فيلم حقوق الانسان ده مش هياكل معايا. بقى انا اديلك الامان تعمل معايا كده. اعمل معاك ايه يا سيف؟ انا مش فاهم حاجه. لا فاهم بس بتستعبط. هتعمل لي فيها عبيط؟ هفهمك الحقيقه واحده واحده. حقيقة يا سيف؟ الحقيقة انك عرفت مني معلومة ان انا رفعت المراقبة عن نانسي، عشان كده بدأت تتحرك بمنتهى السرعة وخدت ادم خبيته في مكان امين. وتاني مرة بصلي وانا بتكلم، تاني مرة حصرتها وقلت لها خلي بالك انت متراقبة، عشان كده هربت ادم المزرعة قبل ما اجبس عليه. انت بوظت لي شغلي. رد عليا، انت اتسطرت على ارهاب يا دكتور. يا سيف صدقني انا ما كنتش اعرف علاقتهم ببعض غير متاخر وبالصدفه. ولما عرفت ما بلغتش ليه يا محترم؟ لاني خفت عليها يا سيف. يا حنين. وحسيت انه بريء. ما انا عارفك طول عمرك خدام اللطافه. صاحبي وعارفه. انت كده اتسطرت على ارهابي. يعني القانون هيعاقبك. بتهيألي يا سيف بين الجريمه الاكبر ان احنا نقدم واحد بريء للعداله، ولا ايه رايك؟ ادم مش بريء. ده قتل وسرق. قتل دفاع عن النفس. سرق دي بقى مشكوك فيها. يعني ايه بقى؟ معليك يا ريت تفهمني عشان انا مش عارف شغلي كويس. الحكايه فيها شخص ثالث يا سيف بيه، شخص سارق. ولو انت فعلا عايز توصل للحقيقه لازم تقبض على الراجل ده، لان الراجل ده هو الوحيد اللي في ايده انه يحل اللغز. ندل، طول عمرك ندل، تطلع من كدبه وتخش في كدبه تانيه. انت اللي مش عايز تشوف الحقيقه يا سيف بيه، مع انك عارفها كويس يا اخي. كل همك انك تقفل القضيه وخلاص، تقفل القضيه وتريح دماغك وتترقى كمان في النص. وطبعا عشان تقفل القضيه لازم تمسك ادم حتى لو كان بريء. ادم مش بريء. انت عرفت منين يا سيف بيه انه مش بريء؟ خلصت التحقيق؟ مش في سارق لازم تقبض عليه؟ مش في هارد ديسك عليه الجريمه المتصوره لازم تشوفها الاول قبل ما تحكم عليه بالاعدام؟ انت عرفت الادله دي كلها منين؟ مش مهم منين يا سيف. مش مهم منين. المهم انها الحقيقه وانت عارف ده كويس. حسجنك يا امير. انا مش متورط في حاجه يا سيف بيه. حسجنك من غير حاجه. والبلد فيها قانون طوارئ. كل حاجة في ايديا. قانون الطوارئ ده تخليهولك. أنا مواطن أمريكي. يعني اللي أنت بتقوله ده ما يمشيش عليا. أنت بتتحداني. أنا بفوقك يا سيف. بفوقك. لأنك ساعات ذكائك بيخونك وبتقع منك حاجات في منتهى الأهمية. ولو عايز مني نصيحة اقبض على السارق يا سيف. اقبض عليه عشان توصل للحقيقة اللي أنت بتقول إن أنت عايز توصل لها. مش أنت مواطن أمريكي؟ وحياة أمي. منعتك. برضو يا سامي يا بنتي مصرة تشتغلي مع البنت اللي اسمها لولوس دي. والنبي ياما الشغل مع لولوس ده رحمني من اللف والبهدلة طول النهار. وبعدين لو ما كانتش اشتغلت معاها كنا هنعرف منين ان ادم هناك اصلا؟ يا عيني عليك يا ادم يا ابني، ما تلطم في وسط اللي يسوى واللي ما يسواش. استرها عليه يا رب. عارفه ياما لو لولوس دي مش جدعه ما كانش ادم عمره راح لها. عموما بلغيه يروح يستخبى عند خاله عامر، ده امن مكان ممكن يستخبى فيه دلوقتي. وربنا يسترها عليه يا بنتي، وانا مفهمه عامر على كل حاجه عشان يقابله هناك. حاضر ياما، انا هبلغه واديله العنوان. يا رب قادر يا كريم تسترها عليه وعلينا يا رب. ايوه مركون يا جماعه، انا نجحت، انا بقيت حاصل على ليسانس حقوق. مبروك يا مرزوق، مبروك. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا وعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أنا محتاجة لك أوي يا رب.
مش عارف أبدأ معك الكلام منين ولا إزاي. مش عارف أطلب منك إيه ولا إيه. أنت شفت اللي حصل، وشفت قد إيه ده مظلوم، وشفت قد إيه هو إنسان كويس. ما هو لو ما كانش كويس ما كانش دافع عن واحدة لا هي من دينه ولا هي من أهله. الفكرة إن المشكلة بقت كبيرة قوي، بقت أصعب من إن أي إنسان عادي يقدر يحلها. أنت الوحيد اللي بيدك الحل يا رب. أكيد زي ما كان ليك حكمة في اللي حصل عندك الحل. أنا أكتر حاجة وجعاني إن هو ما بيحملنيش الذنب، رغم إن أنا السبب إن حياته ومستقبله كله اتدمر، وأنا مش عارف أعمل له إيه. مش بإيدي حاجة أعملها. يا رب عشان خاطري اجعلني وسيلة تخرجوا بيها من المحنة اللي هو فيها، زي ما جعلته هو وسيلة تحميني بيها من الشر اللي كنت فيه. عشان خاطري يا رب، عشان خاطري ابن ملوش غير. لا يا سهام، انا مش رايح العياده النهارده. وبصي مفيش داعي نتقابل اليومين دول. بصي هقول لك باختصار شديد، انا علاقتي بسيف متوتره شويه اليومين دول، وطبعا لو عارف ان انت بتجيلي العياده هيعمل لك مشكله كبيره. اهم حاجه بس يا سهام، لازم تقاومي رغبتك في شرب الحشيش. زي ما اتفقنا لو جات لك الفكره اشغلي نفسك باي حاجه. خلي بالك من نفسك. مع السلامه. خشي يا بنتي. ألف حمد لله على سلامتك. خشي يا هنا، ده مهما كان بيتك ومطرحك. ازاي حضرتك يا بابا؟ معلش معلش. بابا اطلعي بره واقفلي الباب وراكي. لسانك ما يخاطبش لساني لغايه ما اموت. بعد الشر عليك يا بابا. شر؟ وفي شر بعد اللي انت حطيتيني فيه انا؟ ده انا بتمنى الموت. ما تقولش كده. مش كده. اعيش ازاي؟ اعيش ازاي وليه بعد ما حطيتي راسي في الوحل؟ ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ده انا عشت طول عمري اربيكي. احلم باليوم اللي افرح بيكي فيه وتقوم قطمه وسطي وحنيه راسي ما تخش غير منك انت. راسك هتفضل دايما مرفوع وعمر وسطك ما يتقطم. انا كدبت عليك يا بابا، انا وادم ما غلطناش زي ما قلت لك. انت بتتكلمي بجد هنا؟ والله العظيم هي دي الحقيقه، والله العظيم. انا بس اضطريت اقول لك كده لما لقيتك مصر تجوزني للديسي وما لقيتش حل تاني. يعني ادم ما ضحكش عليكي؟ انا اوعى تكوني بتقولي لي الكلام ده عشان تهوني عليا. يا بابا ادم بيخاف ربنا، ومش معنى ان احنا بنحب بعض يبقى هنعمل كده الا في الحلال، وده اللي احنا طالبينه منكم مش اكتر. طيب انا اتاكد ازاي من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لو ما كنتش مصدقني يا بابا ممكن اروح للدكتوره تكشف عليا. خلاص بقى يا سامة ما تزعليش مني. يا مجنونة انت عارفة ان انا عملت كده عشان بخاف عليك. طب يا رب اموت لو فضلت زعلانة. بعد الشر عليك، بس يبقى خف في ايدك بعد كده. والله يا اخويا انا ما هاجي المكان ده تاني، بس انا جيت النهاردة علشان امك قالت لي انك تروح لخالك في المزرعة، ودي الورقة دي فيها العنوان. مزرعة؟ خالي بيعمل ايه في مزرعة؟ بيشتغل. خالي بيشتغل في مزرعة؟
ربنا يكرمك. ويكرمك انت كمان يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. ان شاء الله. ترى سهام بتخونيني فعلا ولا انا اللي بقيت شكك في كل الناس؟ انا مش فاهم ايه حجتك في المروح لامير كل شويه؟ الحكايه دي مش داخله عليا. شامم ريحه مش كويسه، بس انا بقى اكيد هظبطكم متلبسين في يوم من الايام. انت ازاي ساكت عليها كده؟ ما تقوم تاخدها من شعرها وترميها كده من البلكونه وتخلص. لا اهدى يا سيف، اعقل، اتأكد الأول واظبطهم متلبسين وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. يبقى من كان مراتك وده شرفك، وأي فضيحة كده ولا كده هتبقى مش كويسة علشانك. تخاف تواجهها ولا ايه؟ ولا خايف على نفسك لتتأكد؟ خص أقول انت يا سيف، مراتك ممكن تعمل فيك كده. لازم أعرف ايه اللي بينها وبين أمير. لازم. حبيبي 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 حبيبي، وحشني وحشني ادم، وحشني. دورت المزرعه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمني عليك. تعبان قوي خير. معلش انا اسف، انا جاي اتقل عليك شويه واقعد عندك يومين ثلاثه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما صدقت انك جيت هنا. انا خالك يا ابني، لازم استحملك العمر كله، والخال والد. ما عشان كده مش عايز اورطك معايا، مش عايز اجيب لك